أنا كل سنة وحضرتك طيب ومصر بخير. النهاردة عزة كانت مهمة للغاية، لكن دعني أعرج سريعا على ذكرى مهمة هي قدرية بطبيعة الحال. نحتفل النهاردة بهذه الذكرى القبطية السعيدة، ثم هناك ذكرى أخرى خاصة ذكرى وطنية العاشر من رمضان، ومنذ أيام كان لدينا واليوم أيضا عيد تحرير سيناء. فماذا تقول في هذه الذكريات الطيبة جميعا؟ أولا دي ذكريات طيبة وأيام طيبة. طبعا العاشر من رمضان اللي هو 6 أكتوبر يعني 73، دي ذكرى غالية في تاريخ الوطن، ويعني أنا أتذكرها جيدا لأني كنت ساعتها لسه في الجامعة كطالب، وفاكر نشوة النصر والإدارة الحكيمة اللي كانت في أيام هذه المعركة، والانتصار طبعا اللي حققته مصر والوحدة الجميلة اللي كانت فيها. فهي ذكريات طيبة خالص بنتذكرها، وكل ما بيجي شهر رمضان المبارك بنفتكر يوم 10 منه اللي هو كان يناسب 6 أكتوبر، بنتذكر نفس المناسبة الطيبة دهيت. نذكر الشهداء وبنذكر المصابين وبنذكر أيضا شجاعة قواتنا المسلحة. وماذا تقول المصريين جميعا في هذه الذكريات الطيبة جميعا؟ إن المعدن المصري معدن قوي، ومعدن في الشدائد بيبان قيمته وعظمته ووحدته وغلاوة مصر عندنا كلنا، سواء في معارك الحروب اللي حصلت أو في معارك التنمية اللي بتحصل. إن بلادنا مصر بلاد غنية بتاريخها بتراثها بحضارتها بحياتها الماضية والحاضرة وأيضا المستقبل. وزي ما حضرتك ذكرت إن في النهاردة مناسبة تحرير سيناء 25 إبريل، وجاية برضو في مناسبة عيد بنحتفل به في الكنيسة، عيد أحد الزعف أو أحد الشعانين. برضو مناسبات التحرير زي تحرير سيناء مناسبة وطنية غالية، وتحرير التراب المصري وتحرير كل بقعة، ونتذكر أيضا تحرير سيناء بالحرب وطابة بالمفاوضات. كل دي ذكريات طيبة خالص بتبين أن لنا تاريخ ولنا عظمة ولنا حضارة ولنا ما نفتخر به أمام العالم كله. على ذكر التحرير، يعني هناك من حرروا من الفقر والجهل من خلال هذه المجتمعات العصرية الحديثة، حيث حضرتك متواجد الآن في بشائر الخير. حضرتك أظن أول قداس تقيمه في هذا المكان. أول قداس لكن زرتها قبل كده طبعا، منطقة بشائر الخير كنت حضرت أنا ويا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح هذا المشروع الرائع. المنطقة هنا أنا أعرفها قبل كده كانت منطقة صعبة للغاية، يعني كلمة عشوائية تبقى كلمة راقية بالنسبة لها. حاليا اللي بنشوفها كأننا في عاصمة من عواصم الدول الغربية، يعني في عظمة مبانيها وتوزيعاتها والفكرة اللي فيها. هنا المسجد على بعد خطوات والكنيسة، وما بينهم مجموعة مدارس. وأنا أتذكر أن كان التصميم ده علشان الطلبة تلاميذ في المدرسة يطلعوا يشوفوا من هنا مسجد ومن هنا كنيسة. دي رمزية مهمة. رمزية مهمة جدا جدا جدا، وده الحقيقة بحكمة شديدة وأشار لها السيد الرئيس. أكد عليها فعلا أكثر من مرة. بشائر الخير تحرير الناس من الفقر، من العشوائية، من الجهل، من المرض. كل دي انتصارات تحسب للوقت الحاضر ولكل المسؤولين وفي المقدمة السيد الرئيس. السؤال الأخير قداسة البابا هو بشأن الإجراءات الاحترازية التي أقدمت عليها الكنيسة المصرية وما زالت مستمرة حفاظا على أرواح الناس. نريد أن ننبه ونؤكد مرة أخرى، لأن عيد القيامة قرب فالناس بيبقى عندها رغبة وحافز أنها تشارك. احنا يعني بنؤكد على مراعاة هذه الإجراءات الاحترازية، واحنا سمحنا بفتح الكنائس في الأماكن اللي ممكن يحضر فيها المصلين بنسبة 25%، مع اعتبار كل الإجراءات اللي تتاخد سواء إجراءات الكمامة، غسل الأيدي، التباعد الاجتماعي، ناخد بالنا أماكن تبقى هاوية فيها تهوية مناسبة، وأي شعور بأي عرض من الأعراض مهما كان بسيط مفروض أنه ما يبقاش موجود في وسط الناس، وهكذا يعني. ونؤكد على ذلك بالسمرة. حياة الناس مقدمة على أي طقوس؟ الصحة دي النعمة الأولى في حياة الإنسان. شكرا تقديري. شكرا. متشكر.